جاء جبريل عليه السلام. سيد الملائكة. وفجأة انطلق المنجنيق، قذفوا نبي الله إبراهيم في النار. النار عجزت بقوة الحي القيوم، بقوة كن فيكون. إبراهيم عليه السلام. اختصه الله تعالى عز وجل بالفضائل العظيمة والمكارم الجليلة، فكان الإمام والأمة، الحنيف القانت لله عز وجل، هو خليل الله وأبو الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل. خصه الله تعالى بالذكر أثناء التشهد في الصلاة بعد هلاك قوم ثمود، واللي أهلكهم رب العباد بالصيحة، وبسبب قتلهم لناقة الله، بسبب كفرهم واستهزائهم بنبي الله صالح، وده اللي حكيناه في حلقة من الحلقات اللي فاتت. أخذتهم الصاعقة. نبي الله صالح مع الذين آمنوا به عاشوا وعمروا الأرض بعدها، وعبدوا الله الواحد الأحد، أصبح مفيش أي شرك. لكن مع مرور الوقت الشرك بدأ يظهر في الأرض من تاني. بدأ الشرك يظهر في بلاد بابل، إحدى مدن العالم القديم وأكبر عواصم حضارة بلاد الرافدين. بدأ الشرك ينتشر من تاني، عبادة أصنام وأوثان، حتى الكواكب ما سلمتش منهم، عبدوا الكواكب. فبعث الله تعالى نبيا أحبه الله واتخذه خليلا، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام اتولد ونشأ في بابل وسط الشرك والكفر وعبادة الأصنام، لكنه من صغره كان رافض فكرة عبادة الأصنام، ما كانش راضي أبدا بأحوال الناس، كان قلبه طاهر وعقله مليان فكر ونبوغ ورشد، مولود بفطرة سليمة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ربنا سبحانه وتعالى زرع في قلبه وفي عقله الحكمة والرشد، جعله على فطرة التوحيد، رفض فكرة أنه يعبد شيء لا بينفع ولا بيضر. بعد بدء نبوءة إبراهيم عليه السلام، كان أول شخص يدعوه للإسلام هو أبوه. بدأ بأبوه. أبوه كان مشرك وعابد للأصنام، لدرجة أن أبوه كان بيؤمره أن يسجد للأصنام، لكن إبراهيم عليه السلام كان دايما بيرفض. كان كل ما أبوه يؤمره بالسجود للأصنام، كان إبراهيم عليه السلام بيرد على أبوه ويقول له: إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستمر في دعوة أبوه للإسلام، لكن أبوه رافض تماما، ومع ذلك نبي الله ما استسلمش، وكان بيقول لأبوه: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما زال مستمر في دعوة أبوه للإسلام، لكن أبوه مستمر في الرفض، بيحاول يقنع أبوه بشتى الطرق، باللين والحكمة، بالعقل، بالمنطق. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الأصنام، لأنك لما بتعبد الأصنام وبتشرك بالله، أنت كده بتسمع لأوامر الشيطان، يبقى أنت كده بتطيع أوامر الشيطان، بتعبد الشيطان، عدوك اللي بيأمرك بالمعصية والكفر. نبي الله إبراهيم عليه السلام مستمر في محاولة إقناع أبوه بشتى الطرق، وده لأنه خايف على أبوه من المعصية، لأنه فاهم قدر الجرم، الشرك بالله. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. برغم اللين والأدب والأسلوب البليغ الراقي، الطريقة اللي بيدعو بيها نبي الله إبراهيم أبوه،
إلا إن أبوه رد عليه رد عنيف جدا وغير متوقع. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد أبوه كان قاسي جدا وواضح ومباشر: أنت رافض تعبد آلهتي يا إبراهيم؟ لو ما انتهتش عن اللي بتعمله لأرجمنك رجما بالحجارة حتى الموت، واهجرني مليا، يعني ابعد عني وعن بيتي. طردوا. بعدها وبعد استمرار المحاولات اضطر النبي الله إبراهيم عليه السلام أنه يترك أبوه، لكنه قال لأبوه وهو ماشي: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. نبي الله إبراهيم عليه السلام قال لأبوه: سوف أستغفر لك ربي، هدعي لك ربي إنه يهديك. شوفوا أسلوب رد الابن على أبوه، رغم إن أبوه هدده أشد تهديد، هدده بالموت. وهي دي كانت دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبوه، وترك أبوه ومشي. نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو فتى كان دايما بيشوف الناس لما بيخرج في الشارع أو في الطرقات، بيشوف الناس دايما بيسجدوا وبيعبدوا التماثيل والأصنام، الكفر والشرك في كل مكان، لكنه من جواه كان فاهم ومدرك ومؤمن أشد الإيمان إن التماثيل دي لا بتنفع ولا بتضر. لكن الحال طبعا مش عاجبه، حال الناس حال الأمة مش عاجبه ولا راضي بيه. فكرة عبادة ما لا ينفع ولا يضر هو رافضها تماما. والفترة دي كانت من فترات حكم الملك الظالم الكافر النمرود، واللي كنا اتكلمنا عنه في حلقة سابقة وحكينا قصته بالتفصيل وقصة نهايته. أنا ربكم الأعلى. جيش عظيم من البعوض هجم على النمرود وجيشه، يعني الوقت اللي بيحصل فيه الأحداث ديت هي في مدة حكم النمرود قبل ما يموت. في أحد الأيام كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ماشي في السوق وشايف كل مظاهر الكفر والشرك، سجود للأصنام وكفر بالله عز وجل. فقرر وقتها إنه يقول للناس: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ بكل شجاعة وجراءة أعلن عن رأيه قدام كل الناس. دي مش تصرفات فتى صغير أبدا، مهموش أي حد. ردوا على سيدنا إبراهيم وقالوا له: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. بيقولوا له: إحنا عبدناها زي أبائنا، لقينا أبائنا بيعبدوها عبدناها زي أبائنا. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام وقال: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بيقول لهم: أنتم وآباؤكم في ضلال، بيكلمهم بالعقل والحكمة والمنطق. ردوا عليه وقالوا له: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أنت جاي تلعب معانا؟ بتستهزأ بينا وبديننا وبدين أبائنا آلهتنا؟ إياك يا إبراهيم إنك تستمر في دعوتنا. رد عليهم نبي الله إبراهيم بكل ثبات وثقة وقال لهم: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. الموضوع مع سيدنا إبراهيم موقفش لحد كده، مسكتش لحد كده، كمل الكلام لقومه وهدد أصنامه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إبراهيم عليه السلام أقسم بالله إنه هيهدم الأصنام دي في غيابه، بكل جراءة وقوة وثقة فتى صغير بيهدد قومه. طبعا اللي منحوا الثقة دي رب العباد، الله عز وجل. وفي أحد الأيام في أحد أعياد أهل بابل خرجوا لمراسم الاحتفال للعيد بتاعهم،
عيد من الأعياد اللي ورثوه عن أبائهم. طلبوا من إبراهيم عليه السلام إنه يطلع معاهم يحتفل لكنه رفض. اتحجج وقال لهم أنا مريض، مريض مش هقدر أجي معاكم. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. سابوا وخرجوا يحتفلوا بالعيد بتاعهم. إبراهيم عليه السلام ادعى المرض علشان ينفذ اللي كان نفسه فيه. بعد خروج القوم ذهب إبراهيم إلى الأصنام، فوجد عندها القرابين، الذبائح والطعام ما لذ وطاب. القرابين محطوطة للآلهة للأصنام في كل مكان حواليهم. سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب من الأصنام وسألهم ما لكم لا تأكلون؟ القرابين في كل مكان، الطعام حواليهم في كل مكان، ما بتاكلوش ليه؟ ما لكم لا تنطقون؟ كلوا، اشربوا، اتكلموا، انتوا مش آلهة؟ مش عارفين تعملوا حاجة خالص؟ لا الكلام قادرين تنطقوه ولا الأكل قادرين تاكلوه. إبراهيم عليه السلام عارف مسبقاً إن هم مش هيردوا عليه، مجرد حجارة. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فجأة نبي الله أخذ الفأس أو شيء شبه الفأس وبدأ يكسر في الأصنام، بيكسر آلهة القوم، آلهتهم وآلهة أبائهم بكل ثقة وقوة، وهو مجرد فتى لوحده. فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر الأصنام كلها ما عدا الصنم الأكبر، كسر لهم كل الأصنام، فتتهم وساب لهم صنم واحد وهو الصنم الأكبر. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بعد ما كسر الأصنام كلها أخذ الفأس وحطه جنب الصنم الكبير. أول ما رجعوا الناس اتصدموا من المصيبة اللي حصلت لهم، آلهتهم بقت كوم تراب، آلهتهم اتدمرت اتكسرت، الصياح والبكاء ملوا المكان، الأصنام كلها اتكسرت ما عدا الصنم الأكبر. بدأوا يسألوا، يعرفوا، يحققوا مين اللي عمل كده في آلهتنا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إله يتكسر ويبقى فتات وتراب؟ إله مش قادر يدافع عن نفسه؟ أكيد الشخص اللي كسر الآلهة بتاعتكم دي أقوى من الآلهة نفسها، الآلهة العجزة اللي ما قدرتش إنها تدافع عن نفسها، لكنهم عايشين في جهل وضلال وغباء وعناد في وسط الأحداث ما بتحصل، وقاعدين مش عارفين مين اللي عمل كده في الأصنام بتاعتهم، مين اللي كسر الأصنام. بعض الناس منهم ردوا وقالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. سمعنا فتى قبل كده كان بيتكلم عن الأصنام بتاعتنا واسمه إبراهيم، احنا شاكين انه هو. فذهبوا الى نبي الله ابراهيم عليه السلام، اخذوه وربطوه واحضروه للملك النمرود. الملك النمرود الطاغية اللي سجد لابليس، حكيت قصته قبل كده في حلقة سابقة، وقصة المناظرة الشهيرة اللي دارت ما بينه وما بين سيدنا ابراهيم عليه السلام، هسيب لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف. ودلوقتي خلونا نرجع تاني لقصتنا. أخذوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وربطوه أمام أعين الجميع، حتى أبوه وأمه وكل أهله كانوا حاضرين المشهد. إبراهيم عليه السلام دلوقتي مربوط. سألوا سيدنا إبراهيم عليه السلام أنت اللي عملت كده في آلهتنا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. رد إبراهيم عليه السلام عليهم وقال لهم كبير الآلهة هو اللي عمل كده،
الصنم الكبير اللي حط الفأس جنبه هو اللي عمل كده، اسألوه. وطبعا يقصد الصنم الأكبر اللي مكسروش وساب الفأس جنبه. قال لهم اسألوا كبيرهم، يعني اسألوا الصنم الأكبر إذا كان هينطق من الأساس. الناس فضلوا يبصوا لبعض، كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام منطقي، لكنهم متغاظين إن آلهتهم اتهانت وتزلت. إزاي آلهتنا تتهان وتتزل بالطريقة دي؟ فبدأوا يبصوا لبعض ويلقوا اللوم على بعض، بيلوموا على بعض علشان سابوا الآلهة بدون حراسة، يعني خرجوا كلهم طلعوا يحتفلوا وما سابوش حد منهم يحرس الآلهة. شفتوا قدر الغباء؟ آلهة محتاجة حراسة، محتاجة حد يراعيها، محتاجة حد يحط لها الأكل، ده البهايم بترعى لوحدها وبتاكل، إنما دي أصنام حجارة. طبعا كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مقنع، كشفهم بالمنطق، لكن بدل ما يؤمنوا بالله ويستسلموا اختاروا القوة والانتقام من نبي الله إبراهيم عليه السلام. عايزين يستروا فضحتهم وهزمتهم ويخفوا الباطل، قرروا يحرقوا إبراهيم عليه السلام بالنار، نبي الله اللي ملوش أي ذنب، كل اللي قاله ربي الله، ما نطقش غير بالحق، أراد الخير والصلاح للأمة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اتفقوا على حرق الفتى الصغير إبراهيم عليه السلام. راحوا الناس يجمعوا الحطب من كل مكان، ونبي الله إبراهيم عليه السلام مربوط في مكان. جمعوا كمية كبيرة جدا من الحطب وأشعلوا فيها النار، لدرجة أنه بيقال من شدة النار لو طائر عدى من فوق النار يسقط في التو. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. النار بقت جاهزة، حتى أن أبو وأم سيدنا إبراهيم عليه السلام واقفين يحضروا الحرق، حرق ابنه. ودلوقتي مشهد الحرق كان غريب جدا، أرادوا إدخال نبي الله إبراهيم في النار لكنهم ما قدروش، مش قادرين يشدوه ويقربوه من النار لأن النار هتحرقهم من شدتها. ربطوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ليقذفوه في النار. المنجنيق من الأدوات أو من الأسلحة القديمة اللي كانوا بيستعملوها في قذف القذائف في الحروب. في اللحظة دي وقبل ما يتم قذف سيدنا إبراهيم في النار وهو مربوط على المنجنيق، جاء جبريل عليه السلام. سيد الملائكة، جبريل عليه السلام من أعظم مخلوقات الله، جبريل اللي بصيحة واحدة منه يقدر يدمر ويبيد أمم، جبريل اللي بطرف جناح قلب قرية بأكملها بأهلها. جاء جبريل وقال لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ يعني أتريد المساعدة؟ عايز مساعدتي في شيء؟ شوفوا العظمة والدعم الإلهي. فقال إبراهيم عليه السلام: يا جبريل، أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبدأ إبراهيم عليه السلام يدعي ربه، وفجأة انطلق المنجنيق، قذفوا نبي الله إبراهيم في النار. إبراهيم عليه السلام نبي الله أصبح دلوقتي في النار. النبي اللي جالكم بالرحمة خايف عليكم، كل غرضه إنه يهديكم، تعذبوه بالنار، تقتلوه بالنار. بعد ما سقط إبراهيم عليه السلام في النار، فإذا بالله تعالى يأمر النار ويقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى فورا أمر النار بقوة كن فيكون، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أمر النار وهي أحد مخلوقاته إنها ما تمسش إبراهيم عليه السلام بأي سوء، فأصبحت النار في التو بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام.
بدل ما كانت النار تحرقه أصبحت نعيم. الناس شايفة وشاهدة إزاي النار ما قدرتش تحرق إبراهيم عليه السلام. النار عجزت بقوة الحي القيوم، بقوة كن فيكون، بقوة كن فيكون، بقوة الواحد الأحد لا شريك له. النار ما قدرتش تحرق غير الحبل اللي كان إبراهيم عليه السلام مربوط به. نبي الله إبراهيم عليه السلام كبر وسجد لله الواحد الأحد. الناس واقفة مستغربة، شايفين مشهد لا يصدق، ما يصدقوش عقل بشر. أم سيدنا إبراهيم عليه السلام ندهته وهو جوه النار وقالت له: يا بني سل ربك أن أدخل إليك. فدعا نبي الله فدخلت أمه إلى النار معه أمام مرأة ومسمع الجميع، والناس كلها شاهدة وحضرة وشايفة. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الملك النمرود هو وكل الكفار والمشركين خسروا وانهزموا. قيل إن إبراهيم عليه السلام مكث في النار أيام، وقيل إنه مكث فيها ساعات. بعد خروج سيدنا إبراهيم من النار، لا الملك النمرود ولا المشركين قدروا إن هم يمسوا نبي الله إبراهيم بسوء. خلاص النار ما قدرتش تعمل فيه حاجة، مستحيل إحنا هنقدر نأذيه أو نمسه بسوء. لكن الأغرب والأعجب من كده إن الناس برضو فضلوا مستمرين في الشرك والكفر، رفضوا عبادة الله الواحد الأحد. الكفر والعناد امتلكهم ما عدا ابن أخو سيدنا إبراهيم وكان اسمه لوط، وسارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. هم دول اللي أمنوا بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. طبعا لوط عليه السلام هو نبي الله، ولكن لم تأتيه النبوءة حتى الآن، لسه ما جاتلوش النبوءة، يعني ما كانش وقتها بقى نبي. باقي الناس كفروا رغم المعجزة العظيمة اللي حصلت وشافوها بعينيهم وحضروها. قرر نبي الله إبراهيم إنه يروح لمكان تاني علشان يبدأ في الدعوة من جديد، الدعوة إلى دين الله عز وجل. في أحداث كتيرة ومميزة جدا هتحصل في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قصته من القصص الطويلة، وعلشان كده هقدمها لكم على أجزاء. عرضنا النهاردة مشهد من المشاهد العظيمة لنبي الله إبراهيم عليه السلام، من أعظم قصص القرآن الكريم. أما بخصوص قصة هلاك الملك النمرود، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتك القصة وحسيت أنك أنت استفدت منها، حاول تشاركها مع الأصدقاء. ما تنساش كمان تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد جد الله.